زال هناك فراغ في ذهن الأجيال، فرصتنا أن نعالج هذه المضامين، أن نعالج هذه المعطيات المفاهيم، وليكن في عشرات متكررة لا مشكلة في ذلك، بس يجب أن نملأ الفراغات التي ما استطاع الموسم العاشورائي بزخمه بازدحاماته أن يعالجها. خلني أشير إلى عناوين مطلوب أن الخطاب المنبري في المواسم الامتدادية، في العشرات الامتدادية، في المجالس الامتدادية يعالج مجموعة عناوين. من هذه العناوين معطيات عاشوراء. عاشوراء ماذا حققت على مستوى التاريخ، على مستوى الرسالة، على مستوى الأجيال؟ عاشوراء ماذا حققت؟ ما هو معطيات عاشوراء؟ وماذا تحقق من أهداف عاشوراء؟ هناك إشكالات تواجه عاشوراء، هذه الإشكالات فرصتنا أن نعالجها في هذا الموسم الامتدادي. هناك إشكالات حاول تقول ثورة الحسين فاشلة، ما حققت شيء، حسين قتل وأصحابه قتلوا وانتهت، وظلينا نبكي على الحسين، فماذا حققت عاشوراء؟ حققت انتصارات رائعة، هذا الانتصارات، هذه العطاءات لازم تتجلى، تتوضح للناس، وفرصتنا في هذه المواسم الامتدادية أن نوضح لأجيالنا، لناسنا. يمكن أنت أيها الخطيب، أيها المنبري، في زحمة عاشوراء وزحمة الفجائع العاشورائية ما في فرصة واسعة، وإن كان مطلوب أن تعالج هذه العناوين، لأن جمهور عاشوراء لا جمهور استثنائي، أنت ما تقدر تحصل هذا الجمهور في غير الموسم. هذه عناوين لازم تتعالج، هناك تساؤلات لا زالت تلح على ذهنية الناس، فما هي معطيات عاشوراء؟ ماذا تحقق من أهداف عاشوراء؟ مواجهة الإشكالات التي واجهت عاشوراء، كيف نحافظ على منجزات عاشوراء؟ دراسة تقويمية للثورات التي انطلقت بعد عاشوراء، هل هي من وحي عاشوراء؟ هل هي في خط عاشوراء؟ ثورات صارت طلقت بعد ثورة عاشوراء، بعد ثورة الحسين، هل هي امتداد للثورة العاشورائية؟ هل هي ضمن منهج عاشوراء؟ هل هي ثورات خارجة عن خط عاشوراء؟ هذه مسائل لازم تدرس، هذه ما عندنا فرصة ندرسها في الموسم. إذن فرصتنا هذه المجالس الامتدادية أن نعطي الفرصة لأن نعالج هذه القضايا. التوظيف الحقيقي لخطاب عاشوراء، كيف نوظف خطاب عاشوراء؟ نقرأ قراءة نقدية لخطابنا العاشورائي، وكيف نرتقي بمستوى هذا الخطاب، كيف نوظف هذا الخطاب؟ دراسات تفصيلية في سيرة شهداء الطف، ما عندنا دراسة تفصيلية لشهداء كربلاء، هي لقطات سريعة في الموسم، لقطات سريعة مو أكثر. أكثر شهداء كربلاء الناس ما عندها معلومات عنهم، معلومات تفصيلية عن شهداء كربلاء ما عندنا، وهذه فرصة، فرصة نستطيع من خلالها أن نقوم بدراسة تفصيلية لشهداء كربلاء. حتى شهداء أهل البيت في كربلاء ما عندنا تفاصيل، ما هي حصيلة معلوماتك عن أبي الفضل العباس؟ ما هي حصيلة معلوماتك عن علي الأكبر؟ ما هي حصيلة معلوماتك عن حبيب بن مظاهر؟ مجموعة
مساحات لا زالت فارغة، املأوها، املأوها في هذه اللقاءات الاستمرارية. أهم التحديات التي تواجه موسم عاشوراء، بدأت تحديات في التاريخ، تحديات في الحاضر، تحديات في المستقبل، خلنا نعالج بشكل علمي موضوعي بلا إثارات، قراءة تحليلية تفصيلية نقدية لمدونات عاشوراء. كل ما ألف من عاشوراء صحيح، كل الكتابات العاشورائية صحيحة، أم فيها الكثير مما يحتاج إلى نقد ودراسة ومحاسبة. تحديات تواجه المنبر الحسيني، اليوم منبرنا أصبح يواجه تحديات من داخلنا وتحديات من خارجنا، كيف نتعاطى مع هالتحديات؟ هذه مسائل تحتاج معالجة. المنبر الحسيني وآفاق المستقبل، ما هو مستقبل المنبر؟ وكيف نؤسس لمستقبل رائد لمنبرنا العاشورائي؟ هذا مسائل يجب أن تعالج. الأجيال العاشورائية الحاضرة، الأجيال العاشورائية الحاضر والمستقبل، هل أجيالنا الشيعية كلها الآن مرتبطة بعاشوراء؟ شبابنا في أعمار معينة حاضر في عاشوراء؟ قضايا يجب أن تدرس، هذه عناوين وغيرها كثير في حاجة إلى معالجة وإلى دراسة. فلماذا لا توظف العشرات لمعالجة الكثير من العناوين؟ فلماذا لا توظف العشرات لمعالجة الكثير من العناوين التي لا زالت في حاجة إلى معالجة ولا زالت تمثل إشكاليات خاصة في أذهان الأجيال الجديدة؟ أخشى ما أخشى أن تبتعد هذه الأجيال عن خطابنا، عن مجالسنا، عن موسم